السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الأعزاء في المحاضرة الثانية للتحليل الدالي. نستكمل شرحنا للمادة من حيث أنه وصلنا آخر شيء إلى الإسبان. الإسبان عندكم أول شيء ريمارك 116، الإسبان of the set is a subspace، أنه هذا مطلوب منكم هومورك، واجب عليكم تحلوه. إن definition 1.17 let X be a vector space A set of n vectors، عدة مجموعة من n vectors، عدد العناصر المتجهات بها عفوا vectors متجهات n هي subset من ال X، is called linear independent، تدعى مستقلة خطيا if the following equation gives that، إذا المعادلة التالية summation alpha i x alpha j x j و j يساوي من واحد إلى n يساوي صفر، ويؤدي إنه alpha 1 alpha 2 إلى حد ال alpha n يساوي صفر. هاي المعادلة إذا تعرفون تفتح alpha 1 x 1 زائد alpha 2 x 2 زائد alpha n x n راح يساوي صفر. لازم شنو عنده يؤدي؟ إنه alpha 1 alpha 2 إلى حد ال alpha n يساوي صفر. هاي من تتحقق عندي هذا الشرط راح تكون عندي linear independent is the only solution، يعني انه الحل الصفري هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. if there is just one alpha i لا يساوي صفر then the system x1 x2 الى xn is linear dependent، اذا وجدت واحدة just one وحدة بس على الاقل then the system انه راح يكون معتمد dependent يعتمد يعني غير مستقل خطيا. هنا عندنا مثال انه يوضح لنا شلون linear dependent و linear independent، مذكور عندكم يمكن بالاوراق، او انه ماخذ العناصر واحد سالب اثنين هذا المتجه الاول ومتجه الثاني وهذا المتجه الثالث، 4 0 8 3 سالب 1 5. احنا شو نريد؟ نريد انه هل هذا انه هاي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 يساوي لي صفر، هذا عندنا معطى. احنا اللي نريده شنو؟ اي 1 اي 2 اي 3 is equal to 0. تذكرون ان احنا ماخذينها بالمنتهي بالصف الاول، نخلي هاي المتجهات واحد بصف الاخر مصفوفه الصفريه بصفر الخط انه يساوي صفر يساوي صفر، يعني متجه الصفري، والمتجه الصفري هنا راح يتكون من ثلاث كومبوننت حسب مثل ما هي عدد المتجهات صفر صفر صفر. هنا ايش راح اسوي عليه العمليات الرياضيه، 2 في r1 زائد r2 اسوي r1 r2 جديد، 2 في r1 زائد r2 تطلع لي عندي هاي المصفوفه، اذا صفر خمس كأنه أريد أبسط المصفوفة لحد ما أصفرها بحيث تتذكرون دائما يبقى الرو الأخير. هنا ثانيا الخطوة الثانية راح أسوي سالب R2 زائد R3، هنا نبدأ تشوفون صفر ثمانية خمسة زائد صفر ثمانية خمسة، فأريد أصفر الرو الثالث، إيش راح يصير؟ هنا من سالب R2 زائد R3 راح يطلع لي R3 جديد اللي هو كله مصفر. بعدها انتقل الى انه اريد ابسط ال R2 ايضا اللي هو 0.85، شلون ابسطه؟ انه اقسم على 8 R2، هنا اقسم على 8 ايش راح يبقى عندي؟ 1 و5 على 8 هنا. بعدها انتقل، نعم طلاب استكمل المثال، بعدها عندي الخطوة الرابعة هي سالب 4 R2 زائد R1 حتى يطلع لي R1 جديد، من بسطت المصفوفة صارت 1 0 واحد صفر 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 واحد صفر نص خمسة على ثمانية صفر ويا صفر صفر صفر. بهاي الحالة أقدر أطلع أي وان، فهنا هذا الرويس مثل لي أي وان، هذا الرو مثل الكولوم أي تو، وهذا الكولوم مثل لي أي ثري، وحفرض واحد هنا راح يصير واحد أي وان زائد النص أي ثري راح يساوي لنا زيرو، واحد أي تو زائد خمسة على ثمانية أي ثري يساوي لنا زيرو، أفرض أي ثري يساوي لي فد عدد K. بعدها هنا عنده أطلع الـ A1 يساوي لنا سالب نصف
A3 يعني سالب نصف كي، و A2 اللي هو راح يصير سالب 5 على 8 A3 يعني سالب 5 على 8 كي. إذا عندي الـ A1 A2 A3 لا تساوي صفر، لكل AI لكل I يساوي 1 إلى 2 إلى 3. إذا حسب التعريف هاي راح تكون linear، راح تكون linear independent، عفوا راح تكون linear dependent. linear dependent ليش linear dependent؟ لأنه هو قال بس واحدة من عندهم ما تساوي صفر. linear dependent لأنه هو قال على الأقل واحدة من عندهم ما تساوي صفر، احنا لقيناها كلها إذا ما تساوي صفر، فهاي كلها حسب التعريف هي linear dependent. ننتقل إلى مثال آخر عن linear independent. عندك 1 2 بال 1 2 1 4 0 1 1 1 0 or sorry 2 0 1 7 A1 A2 A3 مالتها هذا solution راح يكون صفر. solution A1 راح يساوي صفر، A2 راح يساوي صفر. هذا عليكم homework حتى تشيكوا انه هذا المثال linearly independent، يعني summation alpha i x i سوالي صفر، والآي عد يكون مساوي من 1 إلى 3. تستنتجون من عدها انه هاي linear independent. بعدها راح ننتقل الى موضوع اخر linear dependent و independent. اكيد دائما تبوا خط الجبر الخطي تتذكروا ماخذيها. بعدها يجي موضوع البيسز. every x ينتمي لx can be expressed as a unique linear combination of the elements out of the set x1 x n then that set is called a basis of x. هسه نوضح البيسز. البيسز يونيك كشكل مادي. عندنا ناخذ مثلا الفضاء اللي هو ال R، البيسز مالته هو يساوي 1. البيسز مالته يساوي 1 شلون؟ يعني كل عنصر نقدر نكتبه على شكل من هاي العناصر. عندنا الخواص البيسز. البيسز شنو انه تعريفه؟ the set P x1 x n is called the basis of the x if حققت عندي شرطين. the element of the P are linear independent. linear independent يعني شنو linear independent؟ الاولى اللي هي عندنا معتمدة خطية انه الفا i كلها مالتها يساوي صفر، يعني الفا i يساوي 1 الى الف، لكل الفا i راح يساوي صفر. والثانية and small x1 الى حد ال xn يساوي x، يعني الامتداد مال هذه العناصر راح يؤدي يساوي لي x. عندنا أول شيء ليت ال NR عندي الواحد، ليت ال bases مالته 1 إذا bases of R من الواحد ممكن أشكل كل خط الأعداد مالتي. إذا الخمسة ينتمي ل R فخمسة دوت واحد راح يساوي لي 5. ال R square اللي هو الفضاء هذا عندي V1 و V2 bases for R square. ال V1 عندي 1 0 وال V2 0 1. من هاي اقدر هذني راح تكون linear independent، وهاي 22 span ال R square. بعدها ننتقل الى remark انه if every x intermix can be expressed as a unique linear combination of the element of the set x1 xn then the set is called a basis of x. انه عناصر لكل x ينتمي لكل عنصر فيها الفضاء ممكن يمثل على شكل بشكل تركيبة خطية وحيدة unique وحيدة من عناصر البيسز اللي هي x1 x2 الى حد ال xn then the set is من عندي هاي العناصر اللي من عندها ممكن اشكل كل العناصر الفضاء، فهاي المجموعه اللي هي من x1 الى حد ال xn راح اسميها basis.
هاي المجموعة يعني أي إنهم عناصر البيسس ممكن تكون كل عناصر الفضاء. بعدها ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو the number of elements needed to describe a vector space X is called a dimension. عدد العناصر اللي ممكن أن توصف الفضاء إحنا راح نسميها dimension. راح نسميها dimension. dimension ال R راح يكون 1 و dimension ال R square 2. شوفوا هنا ال X يساوي 0 لأن dimension ال X يساوي 0 الفضاء ما بي. في ال X as a basis من X1 إلى حد ال Xn فإذا dimension مالته راح تكون N. إذا X لا يساوي 0 has no finite basis عندها ال basis عدد غير منتهي فإذا dimension مالته إذا غير منتهي. هنا أنا قالت لكم dimension ال R N يساوي لنا N, dimension البينوميال ال N يساوي N زائد 1 و dimension الماتريسيز المصفوفات اللي هي M by N هو يساوي M cross ال N. يعني 2 في 3 راح يكون مالتها الدايمنشن يساوي حاصل ضرب 2 في 3 اللي هو 6. اذا هنا عندنا سؤال هل البيسز وحيد؟ الجواب لا, البيسز ممكن يكون اكثر من شكل, لكن هل الدايمنشن وحيد؟ نعم الدايمنشن وحيد, وانه العنصر الموجود بها الفضاء يتكون من تركيبة خطية وحيدة. ان اكزامبل ال ار يساوي ان البيسز مالتها 1, هل انه الاثنين هي بيسز فور ال ار؟ خلينا نشوف. ناخذ في عنصر ينتمي لل ار اللي هو 7 ينتمي لل ار. شلون اخلي 7 اكتبها بشكل عناصر البيسز؟ اقول 2 في 7 على 2 راح يساوي لي 7. اذا دايمنشن ال ار هو 1, دايمنشن ار يساوي 1 و1 يونيك. يعني ما قلت دايمنشن مره 1 ومره 2, لا دايمنشن مالتها 1, لكن ال basis is not unique but the element of basis يعني يعني شكل ال base يعني عدد الفكترات الموجودة بال basis هي تكون شكلها واحد متساوي كلهم. يعني شوفوا ال R1 ال basis مالته يتكون من واحد بس, مدخل واحد. ال R square عندي من يتكون من V1 V2 مات المدخل, وعندي شقد هما عددهم 2 اللي هي مثلا جات 1 0 و0 1. اذا لقيت بيسس اخر للار سكوير لازم ايضا تكون بهاي الصيغة v1 v2 من هنا v1 v2 او w1 w2 حتى يكونوا مختلفين. هذا الشيء مفروض صار واضح. بعدها راح ننتقل الى شيء اسمه الترانسفورميشن. اسمه ترانسفورميشن. ليت انتبهوا V and W B two vector spaces. عندي V والW هما vector spaces. A function الدالة T من V إلى W is called a linear transformation, تحويل خطي, for W V and W if the following for hold, إذا التالي اللي خواص اتحققت لكل U for all, لكل U و V, لكل U و V موجودات in V capital and for all scalars K, ولكل ثابت. الشروط الأساسية لتحقيق linear transformation هاي كلش مهمة, هاي كلش مهمة. هذا linear transformation تعريف راح يمشي وياكم طول ما انتم بالمادة بالتحليل الدالي. شنو التحليل مال linear transformation؟ انه T يتوزع على الجمع T للU زادا T للV, والثابت يطلع خارج من الدالة. T للKU يساوي K من T للU. بس احنا عرفنا انه T هو linear transformation من V الى W. زين راح ناخذ فد مثال على linear transformation. انه ناخذ الدالة T لتكون انه T linear transformation معرف على two vector spaces اللي هو T ياخذ من V الى W, ياخذ من V الى W. ليت انه عندي مثال على linear transformation D دالة الاشتقاق. دالة الاشتقاق
هاي دالة الاشتقاق، هل هي linear transformation أم لا؟ T للF راح يكون هذا قانون، هي T للF إنه هو D للF of X على DX is at L، هل إنه T is a linear transformation؟ هل إنه T is a linear transformation؟ لازم شو نحقق خاصيتين، خاصية الأولى إنه T للV زائد U راح يساوي إن T للV زائد T للU، والخاصية الثانية T للKU راح يساوي إن K T للU. مثل بس تشاهدون إنه عندي أول شيء D للX زائد 3X على DX، هاي اشتقاق للدالة X زائد 3X، تعرفون إنه خواص الدالة خواص الاشتقاق إنه دي على يتوزع الاشتقاق، إنه راح يصير دي على دي للإكس على دي إكس زائد دي ثلاثة إكس على دي إكس. يعني هسه بالقانون العام إف زائد جي برايم راح يسوي إن إف برايم زائد إن جي برايم، ودي للألفا إف الألفا تطلع خارج منها من القوس ويصير دي للإف أوف الإكس على دي إكس، يعني اثنين إكس اشتقاقها يساوي اثنين. وإذا تريدون اثنين إكس تربيع حتى تكون أوضح، تعرفون راح يصير اثنين في اثنين في إكس ويساوي أربعة إكس. زين، نجي إلى تعريف آخر اللي هو definition let T من V إلى W be a linear transformation the set of all vectors V، كل عناصر V in V في small in V for T of V اللي تكون صورتها المتجه الصفري، تكون صورتها المتجه الصفري. هذا وين موجود؟ موجود بالW لأنه هذا بالرينج، is called the kernel of T، يدعى kernel T، we denote the kernel of T، راح نرمز إلى kernel of T بعد هذا الرمز تعرفوه كير بين قوسين T، أي إنه kernel T هو كل هذا المختصر للتعريف، هذا مختصر kernel، kernel T هو كل V ينتمي لV بحيث إنه صورتها هاي الV راح يكون صفر تحت تحذير T. ننتقل the set of all images T of V of vectors in V via transformation T is called تدعى range of T، إنه the set of all images T of V لصور كل العناصر في small الموجودة في ال V، لأن تعرفون إحنا من نأخذ العناصر من V وصورها تروح لل W بتأثير التحويل الخطي the transformation التحويل T is called the range of T، إنه range، وتعرفون إنه range راح نرمز بالرمز R of T. إذا صار واضح شنو عندنا الكيرنل وشنو عندنا الرينج، عندنا دائما خلوا بالكم إنه هذا ملخص إنه الكيرنل T هو كل V ينتمي لV بحيث T لل V راح يساوي إن المتجه الصفري الموجود بـ W. إذا كيرنل T هي مجموعة جزئية من V، ورينج T هو مجموعة جزئية من W، من الرينج، من عندنا المجال والمجال المقابل، فالكيرنل هو جزئية من ال V والرينج T هو جزئية من ال W. ننتهي إلى تعريف جديد لفضاء آخر اللي هو متريك سبيس، الفضاء المتري. الفضاء المتري definition a metric space of is a non-empty set، دي مجموعة غير خالية، شوفوا هنا بس مجموعة غير خالية أعرف عليها دالة دي دالة المسافة من x cross x إلى r satisfying for x y ينتمون و z ينتمون in x عناصر موجودة بx، تحقق الخواص المتري. الفضاء المتري شنو هي خواص الفضاء المتري؟ انه دي اوف الx y اكبر او يساوي صفر، المدى المسافة بين الx والy، تعرفون انه التفسير الهندسي دالة الفضاء المتري هي دالة المسافة، انتو واخذيها صف ثالث بالتحليل الرياضي، دي اوف الx y اكبر او يساوي صفر، البعد بين x y اكبر او يساوي صفر، البعد بين x y راح يساوي صفر اذا كان انه الx راح يساوي y، ودي اوف الx y المسافة بين x y هي نفس المسافة بين y x، والمسافة بين x و z اقل او يساوي من حاصل جمع المسافة بين x y زائد y z، the triangular
inequality، هاي انتو معروفة عندكم. ناخذ مثال، عندنا matrix space دي x لا يساوي 5 و دي اوف الاكس واي راح يساوي 1 if x لا يساوي y و 0 if x يساوي y. هذا يسموه بالديسكريت متريك. ديسكريت متريك، اول شيء عندي دي اوف الاكس واي اكبر او يساوي 0، ايش وقت اكبر او يساوي 0 هي عرفتها. ثاني شيء دي اوف الاكس واي عندي هاي الخاصيه الثانيه، دي اوف الاكس واي يساوي 0 اف اند اول اف الاكس يساوي واي. هاي دائما عندي اف اند اول اف، تعرفون هذا اتجاه رايح وهذا اتجاه راجع، فعندي لازم ابرهن اتجاهين اتجاهين ابرهن. شنو هو الاول؟ اول شيء عندي من دي اوف الاكس واي دي يروح يساوي 0 دي يروح للاكس يساوي واي، فدي اوف الاكس واي راح يساوي 0 ويؤدي انه الاكس راح يساوي واي حسب تعريف الداله ماتي، حسب تعريف الداله ماتي انه 0 في الاكس راح يساوي واي. العكس ماتي اكس يساوي واي حسب التعريف ينطيني دي اكس اوف واي اخذوها يساوي 0. الخاصية الثالثة دي اوف الاكس واي لازم يساوي انه واي اوف الاكس، انه دي اوف الاكس واي هي تعريفها واحد اف اندر اف اكس لا يساوي واي وزيرو اف الاكس راح يساوي واي، ودي اوف الواي اكس واحد اذا كان الواي لا يساوي اكس، بس نقلب التعريف وصفر اف الواي يساوي اكس. بعدها الخاصية الرابعة للترينجولار انيكواليتي، دي اوف الاكس زد اقل او يساوي من دي اوف الاكس واي زاد عن دي اوف الواي زد. اف الاكس راح يساوي لنا زيرو لان دي اوف الاكس زد راح يساوي لنا زيرو. راح ناخذ الاحتمالات مالتها، اذا كانت المسافه بين اذا كان الاكس لانه انا داله ماتي شنو بيها بالتعريف، اما اكس يساوي واي او اكس لا يساوي واي. راح نبدي اذا كانت الاكس يساوي زد، اذا كانت الاكس تساوي زد فهذا المسافه بين اكس وزد راح تكون صفر. اذا هاي صارت عندي صفر، هذني بقت عندها احتمالات، اما اكس يساوي واي او الواي او الاكس ما يساوي واي، واما الواي يساوي زد او زد ما يساوي واي. فهاي راح اشرح الصراحه احتمالات، اكس يساوي اكس ما يساوي واي واحد، واي ما يساوي زد اذا المسافه بيناتهم واحد، صفر اذا كانت الاكس تساوي واي، وواحد اذا كان الواي لا يساوي زد. ثبتتها هاي عدم المساواه. بعدين اسوي العكس انه هم اثنيناتهم دي اوف الاكس واي هاي يساوي ودي واي زد يساوي اذن مساويات. فاذن ايش يصير عندي هنا الخاصيه، هنا الصفر اقل او يساوي صفر هنا، لانه احنا ايش خليناها هاي اقل او يساوي ما دي اوف الاكس زد اللي هي ثابته عندي صفر، عفوا اقل او يساوي دي اوف الاكس زد اقل او يساوي راح يكون اللي هي صفر، صفر هنا اقل من اثنين، هنا صفر اقل من الواحد، وهنا صفر يساوي صفر. فهاي في حالة كانت الاكس يساوي زد. احتمال الاخر انه اكس ما يساوي زد، اذا دي بين الاكس والزد راح يساوينا واحد، وايضا تاخذون بقية الاحتمالات. فقط هذا عندكم للتوضيح شلون صارت. بالنسبة هنا عندنا اول شيء بالمثال انه الاكس يساوي سي، وتاخذون الداله هي زد مطلق زد ناقص ان دبليو. بالنسبه المثال اللي اخذناه الار اللي هو قلنا عليه يسمون ديسكريت مترك. المثال الاخر عندي فور اني انتجر ان اكبر او يساوي لنا 1 ذا فانكشن دي من ار ان الى كروس ار ان الى ار ديفايند باي دي 1 of the x y summation j يساوي من واحد إلى أن x j ناقصا y j. المثال اللي بعده اللي هو صفحة 5 عندنا مثال إنه for any integer، طبعا هذين الأمثلة كلها أنتم ماخذيها بصف ثالث، بس أنا هنا دا أوضح لكم إياها مثال مثال بطريقة مفصلة حتى لا تظنون ترجعون من محاضرات الثالث، وأكيد يعني محاضرات الثالث قسم من تكون ضيعيها فنشرحها بالتفصيل. لذلك نبدي انه for any integer n اكبر او يساوي 1 the function d2 من rn cross rn الى r defined by d2 x y summation j يساوي من 1 الى n مطلق x j ناقص y j تربيع
بس نص. is a metric on the set Rn. this metric will call the standard metric on Rn. شوفوا انتو اكو كل متريك الى اسم. اكو اول شي discrete metric اللي هو كان 1 0 و x لا يساوي 1 x لا يساوي y و f x يساوي y. وعدة هسه المتريك الثاني اللي هو summation j يساوي من 1 الى المطلق x x j ناقصا y j تربيع اس نص. هذا شلون تفصيله نحقق عليه خواص المتريك. خواص المتريك اللي هي d of ال x y اكبر او يساوي 0, d of ال x y يساوي 0 عند ال f ال x يساوي y, والخاصية الثالثة الإبدالية, والخاصية الرابعة انه triangular inequality الخاصية المثلثية. نبدأ أول شيء انه انتبهوا ما نقول ال x يساوي ينتمي يساوي rn, فالعناصر اللي تنتمي بال rn راح يكون من x1 x2 الى حد ال xn, والاكس اي لكل اكس اي راح يكون ما ينتمون جايبينهم هذني الاكس اي من الار, والاي يساوي لنا من 1 الى الام. دي من ار ان كروس الار ان الى ار. قلنا بالمتريك سبيس نحتاج سيت لليت الاكس بي ان نون امتي سيت, يعني مجموعه غير خاليه, مع دي اللي هي داله الداله من ار ان كروس الار ان الى ار. دي اوف الاكس واي سميشن يساوي summation j يساوي من 1 الى يعني المطلق x j ناقصا y j, x j ناقصا y j. طبعا المثال الثالث نوضحه بعدين ننتقل الى المثال الرابع. summation x j ناقصا y j يساوي ان شلون هاي ينفتح من اكو هذا summation, شلون ينفتح؟ يعني تاخذوها مطلق جي هنا كل ساعه يساوي 1 1 1, هنا 2 2, يعني اول شيء يساوي انه مطلق الاكس 1 ناقصا واي 1 زائد اكس 2 زائدا واي 2 الى زائد اكس ان ناقصا واي ان. هذا السميشن جي يساوي من 1 الى ان اكس جي ناقصا واي جي. اول شيء بما انه هو هذا شكل, هسه احنا العناصر راح نشتغل عليهم هم هذول, هذول العناصر راح نشتغل عليهم. بما انه هم كلهم مطلق, فالمطلق كله لكل عنصر من عندهم اكبر او يساوي 0. اذا دي 1 للاكس واي اكبر او يساوي 0 لكل اكس واي ينتمون الى ار ان, قلنا قيمه مطلقه. ثاني شيء دي اوف الاكس واي يساوي 0 اف اند اول اف الاكس يساوي واي والاكس والواي ينتمون الى ار ان. الاتجاه الاول عندي انه بما انه اف اند اول اف هي اتجاهين. الاتجاه الاول عندي انه اتذكر انه الاكس انا ماخذتها من ار ان, فهي من اخذ عنصرين هنا يعني دي اوف الاكس واي, الاكس ماخذتها من ار ان فراح تكون اكس 1 اكس 2 الى اكس ان, والواي ماخذتها من الار ان ايضا يساوي من واي 1 2 الى حد الواي ان. دي اوف الاكس واي يعني يساوي اكس 1 ناقص واي 1 زائد اكس 2 زائد ناقص واي 2 الى اكس ان واي ان, قلنا هذا واضح. هي شلون راح تكون؟ هذه مجموعة أعداد موجبة, لأنه إحنا الاتجاه الأول اللي هو دي أوف الإكس واي يساوي صفر, نريد إنه الإكس راح يساوي إنه واي. هاي شلون راح نحققه؟ نبدأ بالاتجاه الأول إنه هاي يساوي صفر. مجموعة أعداد موجبة وأكبر أو يساوي صفر صفر. إذا إيش وقت الأعداد تساوي هاي صفر؟ لازم كل واحدة من عندهم اللي هو كل واحد من هذين المطلق لازم يساوي صفر. إذا الإكس واي ناقص واي واي يساوي صفر, إكس ناقص واي تو يساوي صفر. من القيمة كل واحدة من عندهم المطلق سوالي صفر, إذا x1 راح يساويني y1 والx2 راح يساويني y2, وكذلك إلى حد xn راح يساوينا yn. إذا صارت الكومبوننت اللي هي كل واحد من عندهم صار يساوي صفر, إذا راح استنتج إنه الx كله اللي هو x1 x2 إلى حد xn سوالي صفر, والy اللي هو من y1 إلى حد yn سوالي صفر. إذن هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الآخر المعاكس اللي هو إنه عندي الإكس يساوي واي, أريد إنه دي أوف الإكس واي يساوي صفر. إكس واي المن ينتمون للآر أن, تذكرون شكل العناصر من تنتمي إلى آر أن, فإنه عدد الكومبوننت مالت إكس مال إكس تو إلى حد الإكس أن, والواي يساوي إنه أيضا من y1 الى y2 الى حد ال yn, لانه هم x و y ينتمون الى rn.
زين بعدها انه سينس الاكس يساوي واي، فاذا عندي التو فيكتورز مساوين، المتجهات من تساوي فراح تتساوي العناصر الاكس 1 ويا الواي 1، اكس 2 ويا الواي 2، كل واحد ويا الكومبوننت المقابل له. فاذا المطلق بين مال الاكس 1 ناقص واي 1 راح يساوي صفر، والمطلق بين اكس 2 ناقص واي 2 صفر، الى حد الاكس ان ناقص واي ان راح يساوي صفر. اذا الدي اوف الاكس واي اللي هو حاصل مجموع هذني المطلق الاول والمطلق الثاني الى حد الاي ان راح يساوي صفر. ليش؟ مجموع اعداد صفر اذا يساوي صفر. الخاصيه الثالثه هي الخاصيه الابداليه، واضحه تقدرون تسووها بنفسكم. الخاصيه الرابعه خاصيه ترانجولار انيكواليتي، اخذ دي اوف الاكس زد اللي هو حسب تعريف المطلق هو سميشن اكس 1 الى ناقص زد 1 زائد اكس 2 ناقص زد 2 الى حد الاكس ان ناقص زد ام، ويساوي هنا اكو فد حيله رياضيه انه نضيف ونطرح واي 1 واي 2 حسب كل كومبوننت، اذا اكس 1 واي 1 وزت 1 هنا اكس 2 زت 2 واي 2 عفوا، وهنا الى حد الاكس ان واي ان زاد ناقص، كانه ضفت مقدار صفر. بعدها عندي حسب خواص المطلق انه المطلق الجمع انه مطلق الاي زائد بي اقل او يساوي مطلق اي زائد مطلق بي. حسب هذه الخاصية جيت فتحت هذا المطلق، صار عندي x1 ناقص y1 زائد اقل او يساوي، دائما بالترانجولار انيكواليتي ندور الاشياء اللي هي الاساسية اللي انتم ماخذيها بالاول كاسس اللي تخلي اقل او يساوي x1 ناقص y1 زائد y1 ناقص z1 زائد x2 ناقص y2. انا بس فتحتها وحدة بعد اللوغ، وراها صار عندي تشوفون هنا x1 y1 x2 y2 xn yn، هذا دي اوف الاكس واي زائد y1 ناقص z1 زائد y2 ناقص z2 زائد yn ناقص zn. هذا طبعا هنا ما لا نهاية من الارقام، هذا دي اوف الواي زد، وبهذا انه برهن انه هذا الفضاء هو فضاء متري. بعد المثال الرابع نفس الطريقة، بس هنا عندنا القوس تربيعي إلى واحد على النص، الجذر التربيعي تعرفون أس نص، والبعدها إذا هنا دي بي أوف الأكس واي، هنا دي بي أرن إلى أرن إلى أر، وكذلك هنا بي إلى بي. هنا تعرفون من يقول دي بي هنا يعني إذا دي ثري فراح تكون هنا بين قوسين اكس جي ناقص واي جي اس ثلاثة، مرفوعة كلها للقوس اس ثلث بيامتريك سبيس، هي هاي نفس المعنى. والمثال السادس فوراني انتجر ان اكبره يساوي واحد، ذا فاكشن دي انفينيتي، الانفينيتي شوفوا اخذناها احنا البي هنا من اخذ دي بي البي ان اكبره يساوي واحد، من يوصل للإنفينيتي نعرف عن طريق الماكسيموم، الماكسيموم الأكس جي ناقص الواي جي، والجي يساوي أكبر أو يساوي واحد أقل من أقل أو يساوي إن، ودي إنفينيتي من يوصل للإنفينيتي نانا دائما يأخذ بطريقة الماكسيموم. أيضا تحققون عليه شروط المتريك سبيس اللي هي شروط الأربعة إنه أكبر أو يساوي صفر أقل، طبعا كل الأقل أكبر أو يساوي صفر قاعد تتحقق عن طريق المطلق عندكم أنتوا المطلق فكرة هذني كل هالسبيسات هذني الثلاثة الربع أبو الربع والواحد على بي والأبو الإنفينيتي هي كلها قاعد تتحقق فكرتها عن طريق المطلق، لأن يعني المطلق أكبر أو يساوي صفر، والتوزيع مالته مال ترينجولار انيكواليتي من خواص المطلق ايضا. بقية التمارين الامثلة الجاية ثلاثة هذني راح اخليها هومورك عليكم، هومورك تسلم عن طريق الكلاس روم، عن طريق الكلاس روم المحاضرة القادمة اخر موعد لاستلام هذا الهومورك. بعدها راح ننتقل الى فشي جديد، فشي جديد اللي اسمه اللي هو هذا بداية التحليل الابدالي، هذيك كلها باعتبار انا اعتبرها مراجعة لكم. ف
فشي اسمه نومد فيكتور سبيس، اول مره تسمعون بهيك المصطلح اللي هو نوم فيكتور سبيس. نوم فيكتور سبيس، شوفوا احنا عرفنا الفيكتور سبيس وعرفنا المترك سبيس، هسه نوم فيكتور سبيس. نوم لينير سبيس اللي هو الفي ويا هذني الخطين، ذا ريل اور كومبلكس لينير سبيس في توجذر وذا فاكشن، هاي نسميها دالة النوم، هاي نسميها دالة النوم. شو هذا الفضاء دائما يتكون من فيكتور سبيس، فيكتور سبيس ودالة النوم. هذا من عنده يتكون النوم لينير سبيس، بينما دالة الفضاء المتري المترك المترك سبيس من يتكون من اكس مجموعة لا تساوي فاي ودالة الدي، اكس لا يساوي فاي ودالة الدي، بينما هنا من يتكون من فيكتور سبيس ودالة النوم. It's called a norm satisfying four conditions. شنو الشروط؟ إلى شروط أربعة يتحقق حتى يسمى هذا الفضاء هو الفضاء normed space. أول شيء النوم مال v أكبر يساوي صفر for all v ينتمي ال v، وصفر إذا وافقت إنه هو v يساوي صفر، ونوم لمدا v راح يساوي إنه مطلق لمدا في normal v for all v. هاي الشروط تحفظوها، والتعريف مالته كلش مهم تعرفون شنو نورم فيكتور سبيس. وهنا نورم في زائد دبليو اقل يساوي نورم في زائد نورم دبليو فور اول هاي تراينجولر انيكواليتي اللي عندنا، هو تقريبا نفس شكل المترك بس الى راح نبدي نشرح مثال مثال انه هو الفي يساوي لنا ار والفي يساوي لنا سي والفي يساوي لنا ار ان والفي يساوي لنا المجموعة الدوال الكونتينوس فاكشن اون الفترة المغلقة AB. نبدأ بالمثال الأول اللي هي V يساوي لنا R. قلنا V يساوي لنا R عندي مات النورم، دالة النورم معرفة أنه يساوي مطلق X، وأنه فالسؤال يقول هل أنه ال R ويا دالة النورم والنورم هذا الشكل المعرف عليه هي normed space؟ هذا السؤال يكون دالة المطلق تعرفوها X في حال كان X أكبر ويساوي صفر، وسالب X في حال كان ال X أقل من الصفر. نورمال اكس، هسه نحقق خواص النورم. خواص النورم اللي أربعة اللي هي انه اول شيء دالة النورم اللي هي اكبر او يساوي صفر، هاي اول شرط، والثاني انه نورمال اكس يساوي لي صفر اف اند اونلي اف انه الاكس يساوي صفر، والخاصية الثالثة اللي هي نورم لمدا اكس يساوي انه مطلق لمدا نورمال اكس خطين طبعا، وعندنا الخاصية الرابعة اللي هي تراينجولر inequality. نبدي خاصية خاصية، مطلق normal x هو حسب تعريف المطلق، وحسب تعريف المطلق هنا أكبر أو يساوي صفر. الثاني عندي normal x يساوي صفر if under leaf اتجاه الأول والاتجاه الثاني. شلون نبدي؟ مطلق normal x راح يساوي إنه مطلق x، هذا المطلق يساوي إنه صفر إذا وافقت، إذا حسب خواص المطلق إنه يساوي إنه نفس الكائن الداخل مالته x يساوي صفر، ونورم مطلق norm لمدا x يساوي إنه مطلق لمدا نورمال اكس. هذا شلون نحله؟ نبدي نورم لمدا اكس حسب التعريف، النورم مالتي هنا هو دالة المطلق فيساوي انه مطلق لمدا اكس، وهنا حسب خواص المطلق عندي ممكن اجزئ بالنسبة للظرف، ومطلق لمدا في مطلق الاكس، وهذا مطلق لمدا ينزل مثل ما هو، ومطلق الاكس هو حسب التعريف يرجع نورم الاكس. هذا الاتجاه راح يكون راجع باتجاهين، فمو من يقول انه يريد بما انه هو مساواة فيكون مكافئ. عندي الخاصية الرابعة اللي هي نورم الاكس زائد واي اقل او يساوي من نورم الاكس زائد نورم واي، فنورم الاكس زائد واي يساوي ان نورم مطلق الاكس زائد واي حسب خواص المطلق اقل او يساوي الجمع مال كل واحد وحده، مطلق الاكس زائد مطلق الواي، وهاي اقل او يساوي من نورم الاكس زائد نورم الواي حسب تعريف النورم في الار. فاذا الار از ا نورم سبيس. مثال البعد اللي هو عن سي اللي فضاء المتجهات سي ويجمع الضرب مالته، معرف عليه دالة النورم عن شكل مطلق الزد، لكن هنا تعرفون حسب التحليل العقدي انه مطلق الزد هو يساوي الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد واي تربيع أكبر أو يساوي
صفر. نجي نحقق الخواص الأربعة لدالة النورم، إنه نورم الزد أكبر أو يساوي صفر by definition، حسب التعريف اللي عندي، اللي هو إنه دالة النورم أكبر أو يساوي صفر. ليش؟ لأنه تعريف النورم عندي عن طريق المطلق زد، اللي هو يساوي جذر x تربيع زائد y تربيع، وجذر تربيع أكبر أو يساوي صفر. الخاصية الثانية إنه نورم الزد يساوي صفر، فعندو if الزد يساوي صفر. نبدي بالاتجاه الأول، إنه نورم الزد يساوي صفر، أدي إنه الجذر التربيع للإكس تربيع زائد واي تربيع يساوي صفر. هاي كمية موجبة، مجموعة قيم موجبة يساوي صفر، إذا لازم هما اثنيناتهم أكبر ويساوي صفر بالحقيقة، لأن الدالة التربيعية هي إن الصفر أكبر ويساوي صفر، والجذر هو أكبر أو يساوي صفر. فإذا لازم يكونون x تربيع زائد y والواي تربيع يساوي صفر. إذا كانت ال x والواي يساوي صفر، فإذا الزد اللي هو يساوي x زائد i y راح يساوي لنا صفر. إذا هاتجاه المعاكس إنه z يساوي صفر، إذا تحت الجذر التربيع x تربيع زائد y تربيع راح يساوي صفر. من صار هذا كله، إذا هاي ايش راح يساوي؟ راح يساوي المطلق، إذا نورم الزيت راح يساوي صفر. الخاصية الثالثة والرابعة أيضا واضحة، تقدرون تسووها بطريقة كل سهلة. المثال اللي بعده اللي هو الـ Rn، المثال اللي بعده هو هذا Rn. هذا مثال مهم تنتبهون عليه، تنتبهون عليه شلون راح أفصلكم إياه. طبعا انتوا الاوراق يمكم تقدرون هم ترجعون عليها في حال احتاجيتوا انه كمراجعة. مثال الامثله على النورم فيكتور سبيس، عندنا اول شيء في انه لانه نورم فيكتور سبيس قلنا هو يتكون من فيكتور سبيس زائد داله النورم. فاول شيء ان الفيكتور سبيس انه ناخذه ار، مره ناخذه سي، مره ناخذه ار ان، هو حسب الفكتور سبيس اللي دا ناخذه راح يطلع لنا فد امثله اكزامبلز على النورم فيكتور سبيس. اول مثال عندنا الار، والنورم النورم مالته هو نورم مطلق اكس، وعندنا نورم الزت اللي هو اذا عندنا الفضاء كان سي فالنورم الزت يساوي مطلق نورم الزت، واذا كان عندنا ار ان هذا هسه نشوفكم التفصيل مالته. هسه اول شيء نورم فيكتور سبيس قلنا هو معرف على دالة الفكتور، فكتور سبيس اللي هو معرف عليه الدالة اللي عنده جمع بين العناصر والضرب بثابت، ودالة النورم هي من V إلى R. التفسير الهندسي لدالة النورم هو طول المتجه V. حسب الخواص نلاحظ إنه نورم V راح يساوي صفر فقط إذا كان طول المتجه يساوي صفر، إذا كان المتجه هو متجه صفري. والخاصية الثانية انه الطول هو اكبر او يساوي، الخاصية الاولى هو اكبر طول اكبر او يساوي صفر، والخاصية الثالثة انه الطول بثابت. ضرب انه هو من نضرب الطول من نضربه في ثابت، اذا كان ثابت اكبر او يساوي صفر فراح يطول الدي المتجه. فطول المتجه من يضرب بثابت فراح يكون هو طول ثابت مطلق الثابت في طول المتجه. والخاصية الرابعة اللي هي خاصية triangular inequality، تذكرون عندنا انه اذا عندنا بالفيزياء ماخذيها بصف اول مال المركبات الافقية، لشان انه عندي اذا عندي المتجه V والمتجه W حاصل جمعهم المتجه V زائد W، هذا من نجمعها حاصل الجمع مالته أقل أو يساوي من طول المتجه الأول زائد طول المتجه الثاني. شوفوا إحنا هسه صارت عندنا ثلاث أشياء عرفنا: فيكتور سبيس، متريك سبيس، نورمد سبيس. فيكتور سبيس قلنا مجموعة غير خالية عرفنا عليها الجمع بين العناصر والضرب بثابت، والمتريك سبيس إنه هي مجموعة غير خالية وياها دي اللي هي x كروس x، انتبهوا دي من x كروس x الى r، والبعد مثل هو البعد بين x و y. ودالة النورم سبيس اللي هي v فيكتور سبيس اللي معرف عليه جمع بين العناصر والضرب بثابت، ودالة النورم وهي التمثيل الهندسي مالته هو مثل طول المتجه.